مواجهات صغيرة وإن بأسلحة وهمية، لكنها تبقى خطرة ولا تقل على المشاهد الحقيقية في ذهنية هؤلاء. لعبة خطيرة يمارسها الأطفال هنا بهذه المسدسات البلاستيكية قد تسبب إصابة الكثيرين منهم، وفي أفضل الأحوال ربما تؤدي إلى فقدان أحد العينين. تنتشر هذه اللعبة الخطيرة بشكل مخيف وسط أطفال مدينة تعز، وهو الأمر الذي يشكل ثقافة العنف في مستقبلهم. المسؤولية الكبرى في انتشار هذه اللعبة تقع على التجار الذين وجدوا من غياب السلطة المحلية فرصة لاستيرادها وتسويقها داخل المجتمع، وهو ما لاقى إقبالا عليها خصوصا في ظل الحرب الدائرة في البلاد وثقافة العنف التي تسببت بها الميليشيا الانقلابية. أولا المسؤول عن ذلك السلطة المحلية، انفلات أمني تام لهم، وكذلك التجار ثانيا باستغلال هذه الأمور وعدم وجود الأمن وضبطهم، ثالثا الآباء والأمهات الذين يسمحون لأبنائهم بأن يشتروا هذه الألعاب. حصار المدينة من قبل الجماعات الإنقلابية وإغلاق معظم المتنزهات التي كان يرتادها الأطفال أمر آخر تسبب أيضا بانتشار هذه اللعبة الأخطر عليهم. في ظل غياب السلطة الرقابية وتقاعس الأسرة عن توجيه الأطفال، يجد الصغار أنفسهم هنا أمام واقع الفوضى الذي يعزز لديهم ثقافة حمل السلاح في ظل القتال المستعر. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.